طب نتكلم ككرة بس، نتكلم ككرة بس. من وقت اعتزال اللعيبة القدامى من منتخب مصر في نص الملعب زي حسن عبد ربه ومحمد شوقي واحمد حسن، واحنا نص ملعب منتخب مصر بيعاني معاناة غير طبيعية في ان هو يفرض ايقاعه ويفرض اسلوب لعبه على المنافسين، ودي حاجة كلنا بنشوفها، بس حاجة اغلب الناس بتخاف انها تتكلم فيها، لان مع اعتزال اللعيبة القدامى دول ظهر اجيال جديدة. الاجيال الجديدة كانت بتعاني معاناة غير طبيعية، يمكن اخر الاجيال العظيمة دي كان واحد زي حسام غالي في نص الملعب، كان بيقدر ان هو يسيطر لك على نص الملعب بتاعك وان هو يخليك تمسك كورة، بس بعد اعتزال غالي وجود للنني وطارق حامد وقدام عبد الله السعيد كان عندنا منتخب بيعاني معاناه غير طبيعيه في ان هو ينقل الكره لنص الملعب، فربنا فرج من عنده محمد صلاح. محمد صلاح اللي كان بيخليك ترغي مرحله نص الملعب خالص دي، فابو صلاح كان بيخليك تعتمد على ان انت بتطول وابو صلاح بيجري، لحد ما سباليتي مش عارف ادعيله ولا ادعي عليه قرر ان هو يطور محمد صلاح. من وقتها ابو صلاح بطل يجري، يعني بطلنا ندي لصلاح وصلاح يجري. وقتها بقى كوبر لبس في الحيط في بطوله افريقيا، وبعدها لبس في الحيط في كاس العالم، فقرر ان احنا نشيله ونبدله وعايزين نلعب كره هجوميه. ولما قررنا نلعب كره هجوميه وقتها لازم نمر بنص الملعب، وهنا بيبان النقطة الأضعف في منتخب مصر، وإن أنت بسم الله ما شاء الله مهما غيرت أي لعيب نص ملعبك غير قادر على إن هو يفرض إيقاع لعبه على أي منافس. حتى ماتش زي النهارده، ماتش الجابون، مفترض إن احنا بنلعب 4-1 4-1 وهنلعب جيم هجومي، تلاقي منتخب مصر في غباء في التشكيل. في غباء في التشكيل. دي مش نسخة كارلوس كوريش بتاع إيران، ممكن تكون نسخة قريبة لنسخة كولومبيا اللي هو كارلوس كوريش كان بيعاني وكارلوس كوريش كان بيعق وكارلوس كوريش ما طولش فيها. أتمنى إن هو يرجع لصوابه ويفكر في حتة محمد شريف وأحمد ياسر ريان ما ينفعش أجنحة. مهما كنت انت داخل تهرج ولا انت داخل مش فارقة معاك المباراة، ما ينفعش محمد شريف وأحمد ياسر ريان أجنحة قدام مروان. كده بنهرج وش يا باشا، احنا كده بنهرج بجد والله. والمشكله بقى في ايه؟ يعني ربنا كرمه جبنا الجون الاول في اول دقيقتين، يلا يا معلم بقى نزود بقى ونجيب الثاني والثالث وندي نفسنا ثقه، لان الماتشات اللي بيقال عليها ان هي متوسطه او ضعيفه دي هي اللي بتديك ثقه، انما احنا بسم الله ما شاء الله مش بتوع ثقه ولا كلام فاضي من ده. احنا ضايعين يا باشا، واي فرقه بتيجي علينا بتعمل ماتش محترم وبتقدم كره من رجل لرجل، حتى لو كان منتخب الجابون اللي مش هيوصل لاي حته وبيلعب مباراه مستمتعين بيها، هم بسم الله ما شاء الله عملوا ماتش علينا كويس، عملوا ماتش علينا كويس. طب احنا عملنا ايه؟ احنا وقفنا نتفرج يا باشا، احنا وقفنا نتفرج. هيتعدوا امتى؟ هيتعدوا امتى واحنا هنقرر ان احنا نغير ونعدل امها امتى؟ يعني محمد شريف انت مش مقتنع بيه فيرود ما تلعبوش، انما ترميه جناح ماتش شمال والنهارده جناح يمين كتير كتير قوي والله. ونقعد بقى من سيرين الشوط الثاني ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ نلاقي ان احنا بسم الله ما شاء الله اول ما بدينا الشوط الثاني لبسنا جول. يعني الشناوي كان مادي اداء عظمه الشوط الاول وكان مانع اللعيبه بتاعه الجابون ان هي تسجل هدف تعادل. الشوط الثاني حجازي وفتحي خبطوا ببعض والكره خبطت في رجل الراجل ودخل الجون. نسكت بقى على كده؟ لا، احنا لازم نغير بقى. ابو صلاح لازم ينزل وامام عاشور ومصطفى فتحي. الله، انت عندك مصطفى فتحي وراكنه بره يا ابن المفترقين. مصطفى فتحي راكن بره ازاي يا ابني؟ حرام عليكم، مصطفى فتحي ده بيقعد دكه ازاي للعيبه مفترض مهاجمين بتلعب اجنحه؟ عشان خاطر مصطفى وامام وصلاح ينزلوا ويغيروا طريقه لعب المنتخب ومنتخب مصر يبيس الكوره. وقتها انا مش عارف بصراحه غيرنا 4-1 4-1 قلبناه 4-2-3-1 ولا كملنا بال 4-1 4-1، لان لو امام عاشور نزل وعمل كل الفرقان ده في نص الملعب فامام عاشور يستاهل ان هو ياخد فرصه بجانب حمدي فتحي. انما بدايتك بالسلام النهارده فيها علامات استفهام كتير، لان منتخب مصر في نص الملعب مش هنرجع نعيد الحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول دي. منتخب مصر كان بيعق؟ كان بيعق. منتخب مصر حتى الجون التاني اللي احنا جبناه جون غريب جدا يا باشا، ما احنا ماشيين بالزق بقى لنا كتير وماشيين بالضوعه بقى لنا كتير جدا يا باشا. وانا الحاجه الوحيده اللي انا حابب اشكر فيها المسؤولين في مصر حاجه واحده بس، شكرا يا جماعه ان احنا ما قررناش نعمل منتخب محلي زي منتخبات المحليين بتاع الجزائر والمغرب وكل المنتخبات المحترمه اللي بيلعبوا كره بجد، لان احنا لو عملنا منتخب للمحليين هيكشفوا ان المحليين بتوعنا بطيخ بطيخ على الله يا باشا، دول اخرهم يزيدوا هنا اهلي وزمالك بس، انما الناس دي لو راحت لعبت منتخبات وراحت لعبت محافل دوليه هيبقى شكلنا عار قوي. فالحمد لله رب العالمين، بنشكر اتحاد الكره بتاعنا ان هو يمكن الحاجه الوحيده دي اللي عملها ايجابيه انه ما عملش منتخب للمحليين. هتقول لي لا، محمد ياسين اللي نزل ده نزل من البنك الاهلي ونزل مكان حجازي، يقول لك ما فرقش كتير يا باشا، احنا كده كده كسبانين الجابون في ماتش كان مفترض ناخد الثقه فيه، بقى انا دلوقتي بسم الله ما شاء الله ما فيش اي حد واثق فينا. حتى الناس اللي هتقول لك ان قفشه اول مباراه ليه شارك مع كارلوس كروش جاب هدف وعمل اسيست، عايز اقول لك حاجه بس، الهدف كان ضربه جزاء والاسيست الكوره خبطت هنا يا باشا، يعني قفشه حرفيا مش مصيبه، الكوره عملت باند وقفشه باصه خبطت في المدافع ودخل الجون. اللي هو يا باشا انت عايز تزيد لقفشه؟ زيد يا باشا، بس فكره ان قفشه هيقدر يغير اداء منتخب مصر
قصه مش قصه قفشه، قصه قصه كواليتي. هم الكواليتي بتاع اللعيبه كده، هو ده اخرهم، هو ده اللي يقدروا يقدموه. ده انا كنت بقول ان انا مش عايز اقابل الجزائر ولا المغرب، ودلوقتي حتى اخاف اقابل تونس، واخاف اقابل نيجيريا، واخاف اقابل السنغال. ما كنت ما لعبنا، يا ريتنا ما لعبنا والله. احنا لعبنا دلوقتي فرصنا بدات تقل، اللي هو يا ريتنا ما لعبنا بجد والله، يا ريتنا ما لعبنا. المنتخب ده الفرجه عليه غير ان هي بتساعدك انك تنام لو معكش فلوس تشتري منوم، بس بصراحه مشاهده منتخب مصر حاليا بقت حاجه متعبه جدا نفسيا. لو انت كملت معايا الخمس دقايق المتعبين نفسيا دول فانت معلم وبرنس، ومش هقول لك اعمل لك او سبسكرايب لان كده هيبقى كتير، وطلباتي كده عليك هتبقى زي